مش على ايديه ورجليه ولا ايه؟ تعالى في الكنيف احسن ما ينام جنبك. ليلتك سودة من اولها. يومين ويعدوا. ايه ولا شريف؟ اخوي يخرب عقلك فيضان. ايه؟ مين؟ خالو؟ ايوه حبيبي خالو. ايه اللي جابك عندنا؟ لقيت نفسي مقصر في حق ولاد اختك يا خال. يعني انت عايز تفرست اللي شقتي ولا تقول تقعد يومين؟ تقعد يومين مع مين؟ هنا معاك عشان تشبع من الخير بقى يا واد. انا عايز اقعد لوحدي في الاوضه. ايوه حبيبي، هو حد يكره انه خاله حبيبي يقعد معاه كده ويبقى فرحان بيه بدل ما تقول له الحمد لله على سلامتك؟ يا عمي بقى انت هتشحط. يلا بلاش السالفه بتاعت اهلك بقى دي. رخم اقوص. انا رخم بوشكاش بوشكاش. يلا صباح الخير، حضرت لك الفطار. قوم بقى. امال فين الواد شريف؟ شريف يا شريف شريف. شريف شريف يا مهرزان كومودينو نايم. عايز ايه؟ معكش يا حبيبي سن رفيع بتاع شاحن. شفت بقى انك رخم. خلاص نام. بدك البلاش مع البطريق، منك حيوان ولا منك بتطير؟ السلسله هاني على الغندور. أول مكان نفس الرسمة. حلو قوي. عندكم حديد؟ عندكم؟ أنتوا أرخص ولا عايز الدخيلة؟ بيس يا مان بيس. بيس لو سمحت خلي دي في الأمانات عندك. لا اسف جدا، انت مكت في التمرين. طيب تعالى نتدارى كده في اي حته. نتدارى ليه واحنا هربانين من الطار ولا ايه؟ تعالى نتدارى نتمشى. والله فكره هايله، يعني عشان خاطر كمان التمشيه حلوه وناخد وندي مع بعض في الكلام. مش حلو ولا ايه؟ هي الفوره من كام؟ فوره دي انت تلعب كوتشينه. اجري. اجري ايه؟ يعني انا اوصل الكيلو كام عشان ابقى انا كسبت؟ اجري يا بوشكش. اجري؟ اجمل. لحد فين؟ ده انا خلاص هموت. اجري خلاص ما تتعب. ده انا بحتضر قدامك. ده انت شويه هتلاقي فانيلا وبنطلون بس بيجروا على العجله قدامي. اه ايه؟ ايه في ايه؟ ضربت ليه؟ رجلي اتلوت.
رجلي الحوت. مين زعلها؟ الحقني سندني وشلني. الحقني سندني وشلني الثلاثة مع بعض. الحقني سندني وشلني. أنا مش قادر أنفى، مش قادر أنفى، مش قادر أخذ نفسي. أنا نفسي هيتقطع يا حانية. إيه اللي أنت بتقوله لي في التليفون ده؟ يعني إحنا هنفضل تحت رحمة الست دي لغاية ما تفتكر مين اللي كلمه بالتليفون؟ بعدين افرض إنها مكالمة غرامية ولا أي قرف من نوعنا. يا رشدي بيه أنا بجري ورا أي خطوة وصلنا للأسطوانة. أنا هخلي الرجالة يربطوا قدام بيت الواد ده للست دي، وأنا عشان مصالحنا ما تتعطلش هسافر بدل بوشكاش أخلص صفقة اللعيب الجديد. لعيب إيه وزفت إيه؟ أنت مالكش سفر غير لما تلاقي الديسك. بوشكاش مش موضوعنا دلوقتي. خلاص يا فندم، بوشكاش مش موضوعنا دلوقتي. العربيات البايظه دي يعني. ايه العربيات دي؟ ده بتسحب لوحدها وعفره، ومفيش عربيات بتعمل عفره. هانيا ايه الرزق ده؟ ايه الرزق اللي عندكم ده؟ انا سكت. هما اللي مستقصديني. ما تكذبش عليا، ما تخلينيش امد ايدي عليك. يا 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 والله مذاكر والمصحف مذاكر واخد جايزة احسن شاب في البني ادمين. حرامي في البيت. لحظة واحدة، انت كل يوم استاذ بوشكاش زميلي في الجيم. ده مؤاخذه يا استاذ. ايه ده؟ شفت يا زفت؟ خليك منظرنا زباله قدام ضيوف، لكن حسابي معاك بعدين. هو لسه حضرتك هتتحاسب معاه بعدين؟ اتفضل يا استاذ بشاكش. بوشكاش يا فندم، بوشكاش حضرتك. ملايين بشاكش. ايوه، هو مين ابو حضرتكم فيه؟ يعني مين ابو التاني مين؟ ايه طبعا، والله واثق من زورك. اتفضل حضرتك. يا بابا يا بابا. لا انا جاي حضرتك، بس كنت بامن على الباب. هو بابا بيشتغل ايه؟ دكتور مخ واعصاب. مجنون يعني؟ احترم نفسك. ما تنزل ايدك يا ابني. والله هي اللي مرفوعه تبجيل واحتراما لحضرتك يعني. قوم سلم يا زفت. حاضر. مش انت. حاضر. قوم. هاي دود واتس اب مان، كول مي 50 سنت سنت سنت. ما تجيب القناه الاولى فيها بني ادمين عن دول. يا مسرور. مسرور ده السياف بتاع القصر. سياف القصر عندكم هنا؟ العيله دي ببقى عارف بالاشكال دي بيبقى ليهم سياف. طباخ. الطباخ. حضر الغداء يا مسرور. حاضر يا باشا. ده تسجيل كامل للحفله من الكاميرا كنترول بتاعت الاوتيل. ايه؟ هتفرج على الحفله من اولها لاخرها؟ مشغل بس. جري شوية. ايوه زوم بقى. بوشكاش محفوظ. شوية وجدت متعة غير عادية. الخروف باص في عينيا وانا باصص في عينيه، وهو عارف اني هقتله ومش قادر يعمل حاجة. زليت الخروف بالسل قبل ما يموت. مش فاهم يعني ايه اللطيف اللي بقوله ده. ايه ده؟ ايه ده؟ ما يضحكش اني ازر الخروف. ثاني ثانيه واحده. يا نهار اسود، انت قصد حضرتك انك كنت بتزر.
انت عمرك ما ذبحت خروف قبل كده؟ طب انا حابه خروف ليه؟ ما هو عمل لي حاجه عشان اذبح خروف. كل يا بشاكش. اكلت يا عم؟ اكلت. كل يا بشاكش. والله اكلت يا عم، ده اكلت اكل كتير قوي. ده انا لو برضع مش هاكل الاكل ده. اسمك ايه؟ انا رمت عليه القنبلة ولا ايه؟ دوروا في الخرابة دي وفي اي خرابة جوه. يلا بسرعة. ما تتقلوش قوي في الاكل يا ولاد علشان تقدروا تلعبوا الماتش. تضحك على ايه؟ لا اصل اكيد حضرتك بتقول دعابة. طبعا دي دعابة. ده ما ناسا في الترابيزة. اتقلوش ايه؟ ده هينزلوا يا دوب يرجعوا كوتش بعض. ماتش ايه حضرتك؟ امريكان فوتبول. ايه ده؟ امريكان فوتبول. اوكي. النبي يا عم شوف. النبي بلاش انا، بلاش انا. انا بص خلينا نلعب في اللعب. استرجل. ما نسموهم افضل. تعمل ايه؟ هجيب فيكي جول. تعمل ايه يا روح؟ يا هنا يا مجانين. ها؟ يعني ايه ماليش في الشقة؟ قلبنا الشقة حتة حتة ماليناش فيها أي حاجة. انت عارف الديسك ده ما ظهرش في خلال 24 ساعة، ايه اللي هيحصل؟ حاجة يقولك من تحت تقطيع الارض، بس هو يفتح تليفونه. فواي بقى مش كل شوية هتقعدي تقولي ماما والوفاة والحاجات دي بقى. يعني انت عايز تفهميني ان انت ما عيطتيش خالص في حياتك؟ عمري في حياتي ما عيطت خالص. لا طبعا عمري ما عيطت خالص. ولا حتى وانت بتخرطي بصلة كده دموع نزلت كده مثلا؟ ها؟ ما عيطتيش دموع نزلت وانت واقفة كده، او انت نايمة نزلت كده، او متشقلبه نزلت كده؟ حصلش؟ لا 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 مش شخصيتي خالص. هو بيني وبينك الوش المقطقط ده والايدين اللي شبه دي ما تخرطش بصل، دي تخرط كاكا، تخرط تفاح، تخرط كريز. انا ليه طلب عندك بس خايف لتكسفيني. على حسب. ما تشيل الباترينه بتاعت الكبه اللي انت حطها على عينيك دي. لو سمحتي بلاش بجد. يعني عينيك انت ظالمه عينيكي كده، ممكن اشيلها؟ يعني عايز اشوف عينيكي من تحت الازاز ده. عادي ممكن اقلعها، دي حفظ. انا عندي لينسز كمان لابسها وقار. يعني عايز اشوف عينيكي. بلاش عشان خاطري. اوكي اشيل ولا هتعضي؟ اوعى تعضي. ماشي اقعد بايدي. الله. طب وتخبيهم ليه؟ ها؟ ايه رأيك كده؟ سامعاك. ايه ده؟ سامعاك. سامعني؟ خلاص بقى شفت عينيا؟ ايه رأيك؟ هات بقى النضارة. هات هات بقى. أقوم تقلب الله. خد يا هاني الله يحنن عليك. يا يحنن عليك. محظوظ. ايه يا عم بابا؟ ايه بشويش علينا يا بابا؟ بقولك ايه، لو بتتنحنح بقى وبتقعد تتمحلس فيا عشان خاطر ارجع الشغل تاني، انا مش بكلمك عشان الموضوع ده،
انا بكلمك عشان تيجي تاخد فلوسك اللي ليك عندنا. لا والنبي تعال خد الفلوس اللي عندنا دلوقتي، بقى ليا فلوس عندكم؟ اسمع انا عايز اشوف وشك ولا وش رشدي بيه ولا وش رجلي. بس احنا لينا حاجه عندك يا بوشكش. حاجه ايه؟ شويه ال شويه 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 الاسطوانات والاوراق. ايه اعلى مفخلك اركبه يا نادي زباله يا اللي ما فيهوش لعيب الا كسر بعد كسر. سلام يا مقربيه. انت اللي خلعته ولا هو اللي طردك بامانه؟ انا ما انت عارفه كل حاجه اهو. سالي ليه بقى؟ عشان عايزه اطمن عليك. هو انت بقى كنت بتشتغل مع ايه بالظبط؟ يعني كنت ماسك له التعاقدات بتاعه النادي بتاعه. وقبل التعاقدات بتاعه النادي اتعرفت عليه في ماتش اعتزالي. يا هانيه، ده انت فكرتيني باحلى ايام عمري، ماتش اعتزالي. بس مش عارف ليه عملوه يوم جمعه وساعه صلاه. انا نفسي افهم الموضوع. حاجه غريبه. انت عارف ان رشدي هلال ده حواليه شبهات ولا لا؟ ايه ماشي مع ابن الجيران يعني ولا ايه؟ بجد يا بوشكش انا ما بهرجش. الراجل ده سمعته زي الزفت. في ناس بتقول انه بيتاجر في السلاح، وناس تانية بتقول انه بيتاجر في المخدرات، وناس تالتة بتقول. ولا بلاش، مش عايزه اتكلم على اعراض حد. اعراض ايه؟ ده الراجل بقى معاه عيلين من الكلام اللي انت بتقوليه ده. وبعدين الراجل ده بصراحه بقى لو كان في حاجه عليه انا كان يعني كان زمانه اتمسك من زمان. انت عارف ان رشدي هلال مش سهل انه يتمسك. ليه يا ست؟ بيجري بسرعه يعني ولا ايه؟ انا بس هتجرأ وهقدم لك بس هديه بسيطه كده. ميرسي. علبه عجبني الملمس بتاعها في القطايف كده. ميرسي. حلو قوي. نخليك. ايه ده؟ ايه دي فاضيه؟ ايوه انا اسف، اصلا كنت جايب واحده تانيه صغيره كانت ارخص، فجبت جبت واحده الغى اغلى فشلتها بقى هنا كده. الهلال عشان تفتكريني في رمضان. الله حلو قوي. ميرسي يا بوشكش. عجبتك بجد والله؟ قوي تحفه. الله يخليكي. تهادوا تحابوا، عارفه؟ تهادوا تحابوا يعني نادي نتهادى احنا الاثنين، فده بيبقى حب يعني. حب مش حب يعني، بس يعني حب فيه ود يعني. فانت لو اديتيني هديه زيها سلسله هتبقى انت فاكراني كويس في رمضان بالهلال، وانا فاكرك بعد رمضان في شوال. سلسلة ها؟ يا ريت لو سلسلة تبقى بجد. بس أنا خايفة ما تعجبكش. أكيد هتعجبني والمصحف، والله أكيد هتعجبني. إيه ده يا هانية؟ ده بابا كسبها في آخر مصارع التيران ده ولا إيه؟ هايلة والله. عجبتك؟ طبعًا. مش من بابا؟ ممكن أجيب الشنطة بس؟ اتفضل. تقطع الجيم وسنين والسود. على فكره متشكر قوي على صينيه الشاي اللي انت مقدمها لي دي. متشكر قوي يا هاني. العفو. بكر اسمع لاخر مره، نفذ اللي قلت لك عليه. اوكي رشدي بيه. انا مش فاضي اللعب العيال ده. هيحصل، ما تستهبلش يا بوشكش. وحياتك يا بكر بيه، النار كلت كل حاجة، حتى كيلو اللحمة اللي في الفليزر كلته، العيش المفقع اتحرق، والطري اتقمر. اسمع هلا، حياتك قصاد الاسطوانة دي، بطل بقى تلعب لعبة أنت مش قدها، أنت والبنت اللي ملموم عليها. بقول لك إيه يا بكر بيه؟ بقول لك إيه والنبي، مش ناقصة تهديد هي، أنا خلاص مش فارقة معايا، أنا عمال أتكحول كل شوية لما خلاص قربت أتقلب قرد، فمش ناقصة بقى تيجي تحدفني في قش رموز يمين وشمال. الله. وبعدين تعالى لي هنا. يا اسطوانة ايه دي اللي سايبها مفصلك قوي كده؟ انا هعتبر نفسي ما سمعتش ولا كلمه من اللي انت قلتها، وهسيبك تراجع نفسك لغايه ما تجيني باللي انا عاوزه وانت راجع. مش هيحصل، مش هيحصل يا بكر بيه، الا لما الاقي انا حاجه على مزاجي، حاجه كده بتتلبس في الرقبه شكلها مقطقط. الحاجة دي يوم ما هلاقيها هرجع لك جامد قوي. ومش انت لوحدك بس، لا. انت ورشدي بيه بتاعك. بس يا سيدي، وعلى. وهيخرجك في عيد ميلادك؟ ده الواد شكله وقع قوي. بس تعرف، أنا حاسة إن الواد ده غير العصابة اللي ملموم عليها دي خالص. يعني طيب كده وجدع، غلبان. بس على مين؟ برضه هحاول معاه. هتحاولي بشكلك ده؟
ايه يا عم انت ده؟ ماله شكل؟ ما انا لابسه قميص وبنطلون اهو، ولا طلع لي شنب. يا بنتي لا، بس بشكلك ده مش هتعرفي توصلي اللي انت عايزاه. ايوه صح، عندك حق، بس انا هوريك. هتيجي؟ ما هتجينيش. هتنطرني؟ ما هتنطرنيش. هتزحلقني؟ ما هتزبحلقنيش. ايه ده؟ هانيا؟ لا والله يا هانيا بجد؟ انت اختلفت خالص. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ خلاص بقى ما تكسفنيش. شفت نفسك في المراية عاملة ازاي؟ شعرك فراتيه وحلقات دقنك و... ايه ده ايه ده ايه ده بجد؟ انا اتثبتني انت. ايه ده؟ يلا بقى اطلبي حاجة كلها. انت جاية دايسة جامد ليه كده؟ جاية عايزة اكل على طول كده. اسمحي الوردة دي تبقى ليام. ايه ده؟ لا معلش كنت قاعد عمال اقول يا ترى هتفرقعني ولا ما تفرقعنيش. قبل الاكل بقى وقبل ما نلغوص ايدينا يعني، انا محضر لك مفاجاه. كل سنه وانت طيبه. مساء الخير. هي دي؟ ايوه. ايه اللي هي دي؟ كل سنه وحضرتك طيبه. انت طيب. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to Hayla. Happy. Hayla ايه؟ هانيا هانيا. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to Hania. Hania صح صح. أيوة هانيا هانيا. Happy birthday to you Hania. شكرا. ايه ده بتقلب الخفايا بالليل ولا ايه؟ غريب قوي. ليه غريب ليه؟ عينينا. ايه ده ايه ده ايه ده؟ لا بالراحه عليا، انا مش قد الكلام الجامد ده. تتصور اللي عملته النهارده ده خلاني احس ان انا عايشه لوحدي طول عمري. حتى اهلي عمرهم ما احتفلوا بيا ولا حتى قالوا لي كل سنه وانت طيب. يا ستي بس بالراحه كده شويه بس. انت يعني بيني وبينك بقى كده يعني عشان ما نقلبهاش غم، بيني وبينك تعالى نتكلم. ها انت منتظره ايه من العصابه اللي موجوده عندك في البيت؟ النبي منتظره ايه؟ دول لو فكروا في الصحوجه هيودوك افغانستان والله. ويوم ما تطلع في ابنهم يعملوا عيد ميلاد لهانيا بنتهم هيعملوه في عيد الجلاء. انت نصيبك بقى في الهدايا، طبنجه سمكي نص الي، المهم ان لازم يكون في جريمه قتل هتتم في الليل. بيني وبينك بقى في شويه كده مز كده عمل لك الحفله دي والقعده دي قبل كده. ايه ده ايه ده ايه ده؟ انا ما اسمحلكش بالكلام ده، انا مش بتاعت كده خالص. ايه اللي انا مش بتاعت كده خالص؟ هو انا قلت لك تعالي البيت؟ انا بقول لك يعني انت تركيبتك ايه وكيانك ايه؟ انثى. ماما 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 ماما. سوف لا نشتري شجرة، ستكونين انت الشجرة وسنعلق عليها أحلامنا. أي طبعا. وهمومنا وهدومنا وبنطلوناتنا. كل أحبك كي تزيد وسامتي، فبغير حبك لا أكون جميلة. دي أغنية كاظم الساهر، بس ده طبعا كاظم الغيظ. هنقول احنا لسه حبايب، يوه ما خلص قلناه. هنقول لسه قلبنا داي، يوه ما خلص قلناه. هنقول احنا لسه حبايب، يوه بقى. ايه 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 يا غالي يا غالي؟ هي غلاسه وخلاص. انا عايز ابسطك. تبسطني ايه وتزفتني ايه؟ احنا ما اتفقناش على كده. احنا مش اتفقنا؟ لا ما اتفقناش على كده، وما تعملش كده تاني مره. ما تعملش كده تاني مره. احنا متفقين على اغنيه واحده بس، هابي بيتزا صح؟ هابي بيتزا مش كده حصل ولا لا؟ دخلتني بكاظم الساهر وسددت لي جيوب الانفيه بوسكيت، ودخلتني بعدها بمصطفى قمر. هنقول احنا مش ناقصه. طب اسمع دي اسمع دي. مش هسمع دي. وايه القرف اللي انت لابسه ده؟ ايه لابس لي قعده عربي؟ يلا يلا اتكل على الله. ناسس في التباهى تاسيس اساسي يعني في الغلاسه. انا برد على التليفون بس لحظه. الو ايت هاني قاعد مع مين؟ تضرب محشي؟ اضرب محشي.